السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الدنيا حر، فهنعمل سلطة فروت عشان الحر. الفروت دي انا مقطعاها قبل كده عشان ماخدش وقت. بنانا ومانجا وخوخ وتين وفراولة وتفاح، اي نوع، ما اي فروت عندك عاوزة تعمليها اعمليها، او اي انواع انت بتحبيها. ده انا قطعتها وحطيتها دلوقتي، هنعبيها بقى دلوقتي في الكاسات او في الكوبايات، ونشوف هنعبيها ازاي او هنعملها ازاي. وفي فراولة عاملاها عصير فراولة من غير مية من غير سكر، وايس كريم هنحط عليها ايس كريم وبكريم كريم شانتيه. برضو ايس كريم اي نوع، اي نوع انتوا بتحبوه او اطفالكم بتحبوا. هنقلبها على بعض، هنقلبهم كلهم مع بعض. بعد كده هنروح حاطين معلقة ونحط عليها حبة عصير فراولة حطينا الفروت وحطينا عليه عصير فراولة، وهنحط دلوقتي الكريم شانتيه بس. لو عاوزين تحطوا عليه مكسرات حطوا، ومش عاوزين ما تحطوش، زي ما انتوا حابين يعني. ونحط عليه بنانة او موز، خلاص يبقى منظره كده. هنعمل واحد بالآيس كريم، ادي نوع تاني اي ايس كريم، ومن تحت الفروت عشان الحر والصيف بيحب الحاجات دي. هنعبي دلوقتي في الكاس ونحط من الموز. بعد كده هنحط ايس كريم هتحطي ده ايس كريم معايا. اديني الشوكولاته. الشوكولاته دي واحده بس مش اتنين. وديني برضو. يعني انت كنت لسه حطها فيه. ونحط عليه كريم شانتيه، ايس كريم وكريم شانتيه وفروت. استني
تاني يا ليلى. قولي لهم كده بنزوق وكده بنزوقها بالموز. بنعمل طبق تاني، هنحط نوع ايس كريم نوع تاني. معانا كوباية مية فيها كوباية فيها مية عشان نشطف المعلقة بتاعت الآيس كريم عشان الألوان. تحطي ليه من الحاجات الملونة ديت؟ انت كده من جنين سنس عايز تحطي ممكن برضو يبقى شكل تاني، يعني قصدي الكريمة. محدش هيبقى ياكلها، حطيها على كوبايتك انت بس. وبكده يبقى خلصنا، ونوريكم الشكل النهائي وان شاء الله يعجبكم. عملنا سلطة الفروت بقت بالمنظر دوت. ونحط دلوقتي صوص شوكولاتة. اي فروت عندك تحبيها واطفالك يحبوها تعملها لهم في الحر دوت. ودي منظرها كده، ان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم. وحطينا عليها مكسرات او الفارماسيلا، اي مكسرات عايزين تحطوها.